النازل الشغل دي واضحة جدا أوضح من الشمس. والرحيل إبراهيم، أنا أقصد إبراهيم الرحيل اللي جابوها هسه ده، جاء قبل كده في مسجد البخاري البيجة أي جاء الجي الفاتت جابوه هنا في الجامعة ده ذاته، خلاص الجامعة بتاع صفوجية تبع الحلبي ديل ذاته، جابوه نزلوه هنا ده وأنا مسجل عندي المحاضرة بصوته. سألوه عن التعاون أهل البدع سؤال بعد المحاضرة، قال بيجوز، قال تتعاون معهم في كل شيء في الدين إلا قال إذا دعاك المبتدع لشيء حرام في حد ذاته كشرب خمر أو غيري أو زنا أو غيري، وده مع زول سني أنا ما بمشي معه. لو زول سني لكن عنده معاصي وقال لا ده خمرة أنا بشرب ما بمشي معه ذات، فده زول مستهبل زول كذاب. وربنا سبحانه وتعالى قال ما بيجوز الجلوس والتعاون أهل البدع، ربنا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني معاونة، ده التعاون الآدي في التعاون عديل كده، لكن ده اللي بناخذ القرآن وما راضين بإجماع السلف في الدين في الإسلام، فكلامه ده والله كلام باطل. وديل شغلتهم دي رضو ولا أبو ما هي إلا تدمير وتمييع وضياع ونسر لمنهج السلف الصالح. خلاصة منظمة نداء الإحسان، جامع البخاري، ما أعرف ليه جماعة أنصار السنة، جمعية الكتاب، كلية جبرة، غيره. الخلاصة إنك أنت تبدأ تبقى مع الإخوان المسلمين في سرج واحد مع بعض. وآخر حاجة طلعوا بها شنو؟ حزبين ديل ذاته. آخر شيء مطر ذاك نقط قال شنو؟ قال إنه شوف الحرف، قال نحن كأنصار سنة ما بنرضى الكلام في الصوفية ولا بنرضى الكلام في الإخوان المسلمين، ولا الصوفية والإخوان المسلمين بيرضوا الكلام فينا في أنصار السنة. وصحيح عندنا خلافات معاهم الصوفية والإخوان المسلمين، لكن خلافات بسيطة بنقعد في الوطأ هكذا قال في الوطأ نحلها. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الإخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلنا سنيين، في صوفي بيقرا ابو بكر والعمر والعثمان ابدا. صح بيناتنا خلافات بسيطه نقول في وطن حله، لكن احنا ايه؟ واحد. ما بنقبل في الصوفيه ولا بنقبل في الاخوان المسلمين، واخوان المسلمين والصوفيه ما بقبل في انصار السنه، كل بيد واحده من شنو؟ الشيعه. ده ما اجرام يا جماعه؟ زول بيقول غير الله بيخلق الصوفي. زول بيقول زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي. زول بيقول انا الله عديل. حلاج قال صعدت ارتقيت الى السماء فشاهدت ربي فقلت من انت؟ فقال لي انت. ده الا الخلافات بيننا وبينه بسيطه؟ يمكن كده في الحلم تكون بسيطه؟ ما يمكن يا الاخوان المسلمين ائمتهم ما يخفى حالهم عليكم، سيد قطب، حسن البنا، صوفيه وشيعه واشاعره وجهميه، واخذوا عقيده اليهود وعقيده النصارى وعقيده الخوارج وعقيده كل عقيده عفنه عند الاخوان المسلمين. مزبله. شفت عربيه الوساخه دي؟ هي جماعه الاخوان المسلمين. لكن ديل كويسين لانه دي ما بدعه. لكن ديك عباره عن عربيه عفن بتاع بدع جماعه الاخوان المسلمين. ماشي بس في الشارع. ده خلاصة. إذا سئلت عن تعريف جماعة الأخوان المسلمين فلتجب فيما أعلم والله أعلم، قل هم مزبلة جميع البدع، زبالة. شفت الجردل بتاع الزبالة؟ بس ملام بدع بس. دي جماعة الأخوان المسلمين. قال خلافاتنا معهم بسيطة، نقعد في الوطأ، وطأ تتكسر في راسك، نقعد في الوطأ نحلها. ده خلاصة المنهج. والجماعة ده كلهم واحد في النهاية، بيختلفوا بينه داك ليه جابوا لي بوكسي وأنا ما جابوا لي، بيشاكلوا بدل جماعة تبقى جماعتين، داك ليه وما شاكلوا يبقوا أربعة، داك ليه بقى رئيس كلية جبرة أنا الكلية دي جبتها أنا من غطر فرقوا بيقوا 16. ده الموضوع. لكن منهجهم شنو يا جماعة؟ واحد. ما تتغش يا ساكت يا أخي. الجماعة ديل مختار البدري بيسيب في أنصار السنة 22 سنة ردم تقيل في النهايه، قال ذي الفرقه ناريه ذاته، انتهى الموضوع. جاء واحد لما هنا في الله مات في صحن بتاع عشاء،
كرعين جداد واثنين شنو لماهم. قالوا الخلافات دي كانت كلها في مسائل اجتهادية، ما كان في أصول. يا جماعة ممكن في مسائل اجتهادية أنا أدخل ناس جهنم؟ هل يمكن؟ ممثل الصفوية مختار بدري، واحد اسمه مين كده حجازي، وممثل ومعه واحد ثالث خلاص، وممثل الجمعية كان منو العدسي ومعه واحد ثاني منو العدس هاي، ممثل الإصلاح إنصار سنة كان الحواري، ممثل المركز العام كان دكتور خالد. قالوا الخلاف ده كله السنين الطويلة دي ما كان ذاتي في مسألة تستحيل. سبحانه بتاع الشعرية وكرة انجداد توحدكم، يعني الموضوع ده ما كان شنو يا جماعة في دين، كان في صحن شعرية، لأنه رجعهم تاني رجعهم من جديد. ده كله في دنيا، والله في دنيا ما عنده أي علاقة بدين، ولا عنده أي علاقة بإسلام، ولا عنده أي علاقة بمنهج. والمنهج اللي كان ببرطع به وعبد الرحمن حامد وصلاح اللمين، والمنهج ولا بد من منهج السلف. وأنا أديته قال شهر بس، محمد الأمين إسماعيل قال 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 كده، قال ديك العدة ده أديته شهر، هو اللي قال مانا، نحن ما ناقصين بلاغات، هو اللي قال قال ديك العدة ده أنا أديته شهر بس، قال إذا ما رجع هلا أنا عندي كلام تاني. قال الكلام التاني يا توب، عبد الأمين شغال مع الأخوان المسلمين في السودان محلي، بيلعب في الدوري المحلي. عبد الرحمن حامد مشى جابه من الدوري البرة كويت مصر، جاب حزب النور الأخوان المسلمين، جاب إحياء التراث ذاته، ويا ريته لو جاب الغفير، جاب مدير إحياء التراث، ده جابه كبيرة يا زول، ده بقى بيلعب في الدوري الخليجي برا. قال الدينار قالوا ب 50 جنيه 59 59 جنيه، والله ده ذات عجيب مرة واحدة، لا فاضي لدولار ولا يورو ولا استرليني، 59 جنيه واحد بس كده، يعني لو شلت 100 دينار دي بتكفيك 10 شهور. باعوا الشغلة وضيعوا الشغلة كلها، آخرة بقى يزكي حسن البنا ذات، وبقى شنو؟ والله يا جماعة الناس دي الواحد دينهم ده واحد، منظمة شنو وجماعة شنو، في النهاية منهجهم ده دايرين يدمروا منهج السلف الصالح. الخلاصة إنه أنتوا ربنا علمكم المنهج الصحيح، صح نحن ما علم، لكن عرفنا بعض الأصول والكليات وكذا وكذا وكذا، وهدوا أنتوا بتدرسوا الآن مع الشيخ أبو بكر حفظه الله جزاه الله خير على ما يقوم به من عمل كبير، نسأل الله يجزيه خير ويجزيكم كلكم. المطلوب شنو المطلوب يا جماعة؟ المنهج ده ما تلعبوا فيه، قعادك مع أهل البدع ده لعب الدين، نغاشك لمن لا يريد الحق منهم ضياع للأوقات وضياع للأعمار. شكد الشيخ ربيع قال أوصي الشباب في معنى كلامه إنه ما يناقشوا أحد وقد علمت أنه لا يريد الحق، ما تناقشوا زول أنت بتناقش فيه الليل والنهار، تقول له قال الله، يقول له قال الهواري، قال الله، قال الدجال، قال الله، ما بينفع ده يا ناس، ده ما ممكن يكون قاعد معاك في صفحتك وتناقش فيه الليل والنهار، ما بيجوز شرعا. قال شيخ ربيع قال الوكب ده اللي بيضيع في هؤلاء الذين تعلم يقينا انهم لا يريدون الحق، كيف عرفته؟ بتدي دليل بيرفضه، ثاني حق وين؟ قال وقتك هذا اولى به من يبحث عن شنو يا جماعه؟ انا الحق في ولا ما في؟ في ناس والله واحد قال لي انا لي 5 سنة بفتش بتليفونك وداريت بتدرسوا وين ومحلكم وين، 5 سنة ده مش اولى نحن نفتشه بدل ما نناقش لنا مين ابو عمير ومين مين مين، زول ما دار الحق اصلا وزول بليد افضل منه الحمار بالاف المرات. ما ممكن انا اقعد اناقش ده، مثال يعني مثال، ما ممكن ده ولا غيره انا اقعد اضيع فيه وقتي يا جماعه، لا يمكن والله ما تضيعوا زمنكم، لانه العلماء قالوا العمر والوقت ما ذهب منه لا يعود، المشي ورا ما بيجي تاني راجع قدام، ولا بتقدر تعوضه ولو دفعت مال الدنيا كلها، فما تضيعوا في سفهاء صعاليك لا يريدون الحق. انفق وقتك في انك تتعلم وتحفظ ما فاتك وتتعلم ما فاتك وتعلم الناس الدائرين الحق وما اكثره. والخير بقى الان في العوام اكثر مما هو في شنو يا جماعه؟ في غيره من الحزبيين وغيرهم وغيرهم، وغالبا
أي زول تلقاهم مطولين ولا جماعة ولا حزب ولا جماعة ولا منظمة في الغالب ده تلقى ما داير الحق وهو يعلم الحق ما داير لأنه الحق بيقطع منه الألف ونص اللي بيجيه يوم 30 في الشهر ما داير ما داير عارفه وعرفه قبليك ذات ما داير وفي الغالب الزول الما منتمي لحزب ولا جماعة ولا طريقة تلقى زول عامي ساكت ده لو لقى الدليل بحكمة وبأسلوب صحيح بيقبل حتى لو ما طبق بيقول لك الله يعينني أطبق لكن ده لو تديه ألف دليل في الغالب في الغالب في الغالب ما دايره بعد ما يعلم زي ما ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وزي ما ربنا قال كتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ليه؟ لأنهم عارفين الحق وزات اليهود عشان كده ما بيتبعوا قبلتك فالإنسان ينتبه لهذه الأمور هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير بارك الله